أبو إبراهيم أبو علي، صراحة في بعض المواضيع تطرح علي كثير في السلاب أو في التويتر، يتمنون أن نطرحها في مجلسنا وتناقشها. كان من المواضيع صراحة نوعا ما حساس ويحتاج إلى أن نتكلم عنه حتى إحنا ننتبه له وكذلك المشاهد الكريم، اللي هي الموضوع ناحية ما بين الأخوان والوالد والوالدة في بعض الأمور، مثلا خطأ قديم حصل من الابن أو البنت، فصار هذا الخطأ كل يوم يبروز هذا الخطأ، تذكرين الخطأ الفلاني، وكل يوم يعني ينوه على هذا الخطأ حتى يعني يصير الإنسان بعض الأحيان يقول ماني برايح اليوم الجمعة أهلي، يذكرني بالله ليه جيت الجمعة، قالوا لي تذكرك الخطأ الفلاني دائما يعني. فودنا يعني نكون في مجلسنا هذا اليوم نتكلم عن الأشياء الإيجابية التي تجمع الأهل ما تفرقهم، تجمع الأخوان، كيف ندمح الزلة وكيف ما نذكرها، وإذا حصلت كلنا أساسا خطائين يعني. الواحد صراحة من يوم يصبح يقول الحمد لله على ستر الله علي، صحيح. الله من أخطاء ربي سترها علي، فأحمده وأشكره سبحانه وتعالى، فلو شافها الخلق يمكن يعيروني فيها. طيب في بعض الأخطاء قد تظهر، فكيف أنا أكون يعني مخزن ومستودع لهذا الخطأ، لا أظهره، لا أبروزه، لا أعلم بأحد حتى يندفن وتنتهي هذه المشكلة. وأتمنى أنا كذلك لنفسي أن الله جل جلاله يسترني، وإذا رآني كذلك خلقه أنهم يسترون، ولا لا يا أبو صالح؟ لا والله. فهذه مشكلة أثارتها يعني ذكرها لي أحد المتابعين، قال يا ليت يكون في مجلسنا هذا الكلام عن المشاكل التي تكون في العائلة، أنها حتى يكون سبب ارتباطية أكبر واجتماعية أكثر وفرحة بالاجتماع. بعض الأحيان إذا جاء في بعض الناس، وهذا خطأ، إذا جاء يوم الجمعة عندهم اجتماع تلقاه يقول يا رجل إنها أثقل علي من الجبل لأني لا رحت. لكن كيف إحنا نحول مجالسنا وجلساتنا بذكر الحسنات اللي تخليني أفرح في جمعة أهلي، أفرح في جمعة إخواني، ويعني ما بين الذكور والإناث، أن المسألة يعني الخطأ قد يبروز للأنثى أكثر من الرجل، ها؟ فكيف أن نكون سواسية بأن كلنا خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنب. حول هذا الكلام ودنا نتناقش في هذا الموضوع يا أبو صالح. طرحك جميل، ولمثل طرحها عليك مثلا